داخل منطقة الجزاء، وهذا شويطر عرضية، السلام والمحرك. شوف في الإعادة لمسة ملعوبة عرضية بشكل ممتاز وموزونة من أجد على أول لقب لكرة القدم في الدوري البحريني. عموما نتحدث بعد هذه المحاولة. يا الله لالقائد عيسى احمد، وين في التسعين رجل المباراة عبد الله الكعبي؟ هذه صعبة صعبة صعبة، هذه تتفرج عليها وتجيبها من الشبكة. تم ايقافه وهنا محاولة امامنا، تسديدة، يا السلام. الهدف الثاني، الهدف الثاني على الحارس المرمى، وهذا الهدف في الزاوية اليمنى، وكلها اهداف صعبة على حارس المرمى، كلها صعبة على هذا حارس المرمى. للاعب ماريو دوندا مرور امامنا هنا، دوندا يلعب العرضية والرأسية والثلاثية، الثلاثية الوصلاوية على ارضية الملعب، بدأت تغادر أرضية الملعب. شوف الكرة التي أتت أمامنا، رأسية تعانق الشباك، ظل أوليفيرا صامتا هادئا لا يحرك ساكنا، ولكن كان ختامه